كالعادة وقبل بداية كل مقطع أنوه لجروب لوجيكا التداول للتوصيات المجاني، بإمكانكم الانضمام إليه من خلال الرابط الموجود في الأسفل في الوصف. استراتيجية سيولة الشمعة اليومية من أكثر الاستراتيجيات المعروفة والبسيطة جدا والتي يستخدمها سواء المحترفون في المجال أو المبتدئون لتوقع اتجاه حركة السوق القادمة. كما تعلمون فالترند هو صديق المتداول، هذه قاعدة يعرفها الجميع. الآن مضامين هذه الاستراتيجية بسيطة للغاية، بس في مفهومين يجب أن نركز عليهما قبل الشروع في الاستراتيجية. أول شيء هو مكونات الشمعة، لازم تعرف مكونات الشمعة الهبوطية والشمعة الصعودية، في اختلاف بسيط وفقط في سعر الافتتاح. سعر الافتتاح بالنسبة للشمعة الخضراء يكون دائما في الأسفل، بينما سعر الافتتاح عند الشمعة الحمراء أو الشمعة الهبوطية يكون في الأعلى. هذا هو الاختلاف البسيط فقط. كما تعلمون هذا جسم الشمعة وهذا يعتبر ذيل الشمعة. ذيول الشموع تعتبر يعني مهمة جدا وتعطي يعني إشارات في بعض الأحيان لانعكاسات السوق. ثاني شيء لكن لا يجب أن نركز عليه هو أنواع الشموع، يجب أن تكون على دراية بأنواع الشموع، خصوصا شموع الدوجي بكل أنواعها والشموع ذات الديول التي تكون طويلة سواء للأعلى أو للأسفل. سوف تعرف أهمية معرفة أنواع الشموع عندما نمر للتطبيق. الاستراتيجية ببساطة تنبني على شيئين مهمين، وهو أعلى سعر للإغلاق في اليوم وأدنى سعر للإغلاق في اليوم. يرمز لأعلى سعر للإغلاق في اليوم بPDH أو Previous Day High، وPrevious Day Low تعني أدنى سعر لإغلاق الشمعة في ذلك اليوم. ببساطة مثلا نحن في هذا اليوم، هذه الإشارة شمعة يومية، هذه الشمعتين تشكلان يومين، هذه الشمعة تشكل يوم وهذه الشمعة تشكل يوم. نعتبر أن هذه الشمعة غير موجودة لدينا وانتهى اليوم في هذه الشمعة التي معنا الآن. ما أفعله هو أني أرسم هذا الخط المستقيم في أعلى الشمعة وأضع PDH يعني Previous Day High، ثم في أدنى الشمعة أضع نفس الشيء بس نسميها في هذه الحالة PDL أو Previous Day Low. في هذه الحالة أنتظر اليوم الموالي. اليوم الموالي كما ترون تم كسر PDH، بما يعني أن السوق هنا سوف يستمر في الصعود. أحول الـ PDH الخاص بي والـ PDL إلى هنا، أحول PDH الخاص بي إلى هنا، ثم أحول الـ PDL أو أدنى سعر إلى هنا. ماذا سوف أتوقع إن سألني أحدهم كيف بيكون السوق يعني يوم غد؟ أتوقع أنه السوق مستمر في الصعود بشرط يعني كسر هذا الـ PDH. تمام، هذه الاستراتيجية ببساطة. سوف نمر الآن للتعمق بعض الشيء في الاستراتيجية. أما بالنسبة للسوق الهابط فنفس يعني المبدأ ينطبق هنا، فقط هنا كان في عندي خطأ بسيط، هنا يكون الـ PDL فوق وهنا الـ PDH أو أعلى سعر للإغلاق في حالة السوق الهبوط. تمام، هذه النماذج هي النماذج الأكثر تكرارا في السوق فيما يخص هذه الاستراتيجية. هذه النماذج الأربعة التي سوف أعطيكم يعني هي التي أرى غالبا أو دائما في السوق. لدينا النموذج الأول بسيط جدا كما شرحنا، لدينا الشمعة اليومية، نقوم بعمل يعني الـ PDH ثم الـ PDL، ثم ننتظر ماذا يفعل السوق هنا، ثم اختراق الـ PDH يعني السوق غالبا يكمل، سوف يكمل يعني في الصعود. تمام، النموذج الثاني، هذا النموذج يسمى، أنا سميته يعني سويب، ولكن ليش سميته سويب؟ لأنه هذه الشمعة ماذا فعلت هنا؟ سحبت فقط السيولة ولكن لم تخلق أبدا فوق الـ PDH الخاص بشمعة اليوم السابق، هذا يسمى سويب هاي. هذه الشمعة في هذه الحالة لم تغلق لا فوق الـ PDH ولا تحت الـ PDL، إذن في هذه الحالة أتوقع يعني بشكل كبير أن السوق سوف ينعكس للأسفل في هذه الحالة، وأنتظر اليوم الموالي تأكيدي سوف يكون هو كسر الـ PDL من طرف شمعة حمراء. هنا السوق سوف يتحول للمسار الهبوطي، يعني بنسبة كبيرة في حالة السويب هاي نتوقع انعكاس السوق. النموذج الثالث هو تكون شمعة داخلية، غالبا ما يقع يعني بعض المتداولين في حيرة بسبب هذا النموذج، هذا النموذج بسيط للغاية. تمام، لدي الآن تكونت لي شمعة حمراء، كسرت لي PDL الخاص بهذه الشمعة. تمام، هنا أتوقع أن السوق سوف يستمر في الهبوط. فجأة تكونت لدينا هذه الشمعة، شمعة اليوم الموالي، هي شمعة داخلية يعني تكونت داخل PDH والPDL.
في هذه الحالة ببساطة أحول البي دي اتش الخاص بي إلى هنا والبي دي ال الخاص بي إلى هذه الشمعة وأنتظر شمعة اليوم الموالي التي سوف تحدد لي المسار النهائي للسوق بكسرها إما للبي دي ال يعني السوق أكيد يستمر في الهبوط أو تكسر للبي دي اتش وهنا يكون يعني السوق يعني سوف يستمر في الصعود. والإشارة هذه الاستراتيجية فهي تقريبا يعني ما بين 80 إلى 90% تكون يعني صحيحة أو صائبة في توقع اتجاه السوق. النموذج الأخير وهو النموذج الرابع معنا وهو نموذج السويب لو. بالنسبة للسويب لو لاحظوا معي لدي هنا هذه الشمعة كسرت البي دي ال خاص بهذه الشمعة إذن أتوقع أن السوق بيستمر في الهبوط. هنا ماذا حصل في اليوم الثالث؟ هنا هذه الشمعة سوت سويب أو أخذت سيولة هذه الشمعة أخذت السيولة من هنا لكنها لم تغلق أبدا بالجسم أو بجسم الشمعة تحت البي دي ال أو فوق البي دي اتش بما يعني أن هذه الشمعة بما أن ديلها طويل ديال الأسفل فهنا أتوقع أن الشمعة الموالية سوف تستهدف البي دي اتش وبالتالي سوف نرى صعود للسوق وهذا عكس النموذج الثاني الذي رأينا هو الخاص بسويب هاي. هذا هو كل شيء فيما يخص هذه الاستراتيجية ببساطة وهذه هي النماذج الأكثر تكرارا في السوق. الآن نمر لتطبيق عملي على الشارت. كما ترون الآن نحن على شارت الذهب في الفريم اليومي. ركز لي على الفريم اليومي لأنه لا يعقل أن هذه الاستراتيجية تعمل على فريم من غير الفريم اليومي. هذا المؤشر الذي يعني أظهرت الآن هو مؤشر سويته بواسطة الذكاء الاصطناعي. سويت مقطع عنه في التيك توك شرحت يعني مسألة هذه الاستراتيجية وكيف سويت هذا الانديكيتور. سوف أتكلم عليه لاحقا في مقطع قصير. هذا المؤشر يحدد لي بدون عناء يعني اتجاه المتوقع للسوق سواء كان بيرش أو بوليش يعني صعودي أو هبوطي. الآن سنبدأ في التطبيق. طيب لدي على سبيل المثال هذه السماعة شمعة دوجي هنا. أقوم بعمل يعني خط في أعلى الشمعة وخط في أسفل الشمعة وأنتظر ماذا سوف يحصل. إذا في هذه الحالة كما ترون السمعة شوت لي يعني كسر للبي دي ال الخاص بهذه الشمعة. يعني حصل معنا هنا كسر للبي دي ال. إذا إيش نتوقع في هذه الحالة كما رأينا في الاستراتيجية؟ نتوقع أن السوق هبوطي وبيستمر هبوط. تمام. نفس الشيء حصل هنا. لكن هنا تكونت لي شمعة داخلية. يعني في هذه الحالة في حالة الشمعة الداخلية لا تكون لي يعني رؤية واضحة للسوق. أنتظر اليوم الذي بعده. نحول البي دي اتش الخاص بنا الى هذه الشمعة ثم البي دي ال وننتظر نشوف السوق هل سوف يستهدف البي دي اتش او البي دي ال. في هذه الحالة استهدف لي ادنى سعر اغلاق الشمعة وكسره. اذا لدي يعني السوق بيستمر في الهبوط. كذلك ما حصل هنا يعني اظن ان الاستراتيجية الان واضحة لاننا حولنا البي دي اتش الخاص بنا هنا والبي دي ال هنا نشوف يعني استمر الكسر يعني واستمر لدينا الهبوط. الآن بنشوف هذا النموذج لدي هنا. بتشوفون هذا الديل الطويل للأعلى. تمام. بشكل عادي جدا أقوم برسم خط لأعلى الشمعة ثم خط لأدنى الشمعة. هذا الخط بيكون يعني هو بي دي اتش. لم تغلق أبدا الشمعة الموالية تحت البي دي ال بل كانت قريبة منه لكن سوت سويب يعني سحبت سيولة من هنا. في هذه الحالة كما قلنا أنه في هذه الحالة نتوقع استمرار الصعود. يعني لو سألتني في هذه الحالة أقول لك أن السوق سوف يستمر في الصعود وذلك ما حصل رغم أنه يعني ظهرت هذه الشمعة بس السوق راح يستمر في الصعود. يعني هذا الشيء ظاهر. بنحرك البي دي اتش والبي دي ال الخاص بنا لهذه الشمعة وننتظر مين بيستهدف السوق. هنا زي ما تلاحظون يعني نفس اللي حصل هنا تقريبا يعني السوق سوى سويب لكن اللي بيخليني مطمئن انه السوق بيستمر صعود هو جسم هذه الشمعة الخضراء. شوف يعني جسم هذه الشمعة الخضراء يعني كبير جدا يعني فات يعني تقريبا جسم هذه الشمعة الحمراء. يعني هنا يعني توقعاتي بنسبة كبيرة انه السوق بيستمر صعود لذلك ما حصل. يحولنا البي دي اتش هنا والبي دي ال الى هنا ونلاحظ انه هنا يعني تقريبا حصل سويب. يعني هنا كان في تردد لي سواء للبائعين ولا حتى المشتري لكن كان في تردد للمشترين بشكل كبير. يعني هذه الديول الطويلة دائما تدل على تردد
سواء للبائعين أو المشترين حسب لون الشمعة. لذلك قلت لك أنه لازم تكون على دراية بأنواع الشموع. إذن كما ترون يعني الماركت يستمر كذلك هنا. إذن هذا هو آخر يوم نهاية الأسبوع يوم الجمعة. إذن الماركت أتوقع يعني بناء على تحليلي وليس فقط على هذه الاستراتيجية بالمناسبة أنه الذهب سوف يستمر لمستويات 2060 إلى 2040 بالكثير. بس يعني أقصى حد للذهب يمكن أن يصله هو لـ 2060، بين 2060 إلى 2080، ومن هنا سوف نرى انعكاس ورجوع السعر لأسعار 1900 و 1800 وما إلى ذلك. إذن هذا كل شيء فيما يخص في مقطع اليوم. أتمنى أن الاستراتيجية كانت بسيطة وواضحة بالنسبة لكم. لأي استفسارات بإمكانكم مراسلتي في التعليقات أو عبر التليجرام. انتظرونا قريبا في فيديوهات جديدة.